متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صدى الجماهير. اليوم راح نكون معكم من استاد عمان الدولي، وما زلنا في المباريات المؤجلة لمرحلة الذهاب من دور المحترفين لكرة القدم. اليوم الوحدات يستقبل الرمثة في هذه المباراة المؤجلة، ويسعى من خلالها نادي الوحدات لإرضاء جماهيره التي خرجت غاضبة وحزينة في المباراة الأخيرة أمام نادي الحسين إربد. اليوم بدنا نشوف أصداء كلا الفريقين، ابقوا معنا. الرمثة بعد الهدف المباغت اللي صدم جماهير الرمثة في الثواني الأولى من المباراة. رأيك بأداء الرمثة اليوم؟ والله المباراة يعني بشكل عام مستواها سيء. يعني جانب سيء. المباراة فاترة، يعني ما في هجوم، ما في تكتيك، ما في لعب صح. بصراحة نشوف الوحدات اليوم متسيد الملعب إلى الآن. والله تحكي صحيح. فريق الرمثة شوي يعني. تعرف عنده مصابين ومحروم من شو بدنا نساوي، بس احنا بنقول ان شاء الله الدوري للحسين. احنا كرمثاوي بتمنى الدوري للحسين وان شاء الله للحسين، وان شاء الله كمان ان شاء الله نذر علي نذبح. شو تذبح؟ حوار بس بدري هسه. لا لا لا، محسوم للحسين ان شاء الله. محسوم للحسين اذا خلص. طب انت مشجع الرمثة اليوم، شو دخلك بالحسين؟ يعني ما هو انا واخوي ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب. صح. والشباب بعدهم صغار وما شاء الله عليهم يعني. طيب راضي عن مستواهم الان؟ طبعا انا راضي بالنسبه لي، الشباب صغار وبهدوا وما شاء الله عليهم، مستفيدوا خبره يعني كمان يعني لقدام، ولقدام ان شاء الله في احسن يعني. شو بنقص الرمثة اليوم؟ يعني بنقص الحرمان محمد وائل الكرت اللي اخذه بيأثر شوي علينا. فالشباب يعني دورينا شوي يعني ضعيف بك صحيح يعني توقعناش. هذا الحال على كل الفرق اليوم، الرمثة بكل صراحة يعني ما أدى المطلوب إلى الآن. لا مش راح يأدى كمان متوقع يعني، من اللي شايفه أنا مش راح يأدي إن شاء الله. الشوط الثاني في تغييرات بإذن الله تعالى. مين أفضل لاعب الرمثة اليوم؟ أنا بالنسبة لي مالك شلبية ومجد السعودية ما شاء الله عليهم. يلا يا بشار، متفائل بهاي الركنيه؟ والله متفائل ان شاء الله ان شاء الله. احنا تفاجأنا اول 30 ثانيه بالجول، يعني خطا دفاعي اربك الحسابات. فريقنا الان واقف على رجليه، مستوى اللياقه عالي عندنا، يعني في فريقنا قادر انه يؤدي ويعطي افضل من هيك صراحه. هنشوف الركنيه هاي، انا متفائل. تشوف انه وحدات افضل من بدايه المباراه؟ لد الان الوضع ده وسط الملعب متكافئ صراحه. فرصة للوحدات، نعم صحيح فرصة بالعارضة، هدف يعني كانت محقق، ولكن رب العالمين واقف معانا الآن. خلينا نشوف الركنية هاي، طلع حل الوحدات. معلش في عندنا أفضل من هيك. رمثة رمثة رمثة. أيوة يعني بلشت المباراة غير يعني ما كناش متوقعين بالهجمة اللي اجت اول 40 ثانية جول، لكن الشباب ان شاء الله قادرين وبعون الله قادرين انه يرجعوا، وكلنا امل بيهم ان شاء الله، ونسأل الله التوفيق. واحنا بالنسبة لنا كرابطة مع الفريق بالسراء وبالضراء، وبندعمهم وبنشجعهم وبنقول لهم كونوا عقد المسؤولية يا ابطال. لكن الرمثة مش مقدم اشي، يعني مش مقدمين اشي بالملعب النهائي، يعني هذا مش الرمث اللي بلعب. والوحدات صح سجل جول من اول 46 ثانيه وجاب هذا، بس احنا انا بالنسبه لي والجمهور هذا الحاضر مع الرمثه، فاز خسر معه ما بنتركه. شايفينك منسجم اليوم المباراه؟ والله اكيد اخي موفق، الله يسعد مساك ومسا القناه الرياضيه ومسا الجمهور الكريم. انا بس بعيد عن مباراه الرمثه والوحدات، وعمري ما كنت يعني متعصب، اما بتمنى يعني بفوز اليوم بقول له مبروك، والمخسر بقول له هارد لك، لكن بس بدي اعاقب اخوي بس، وارجو انه هذا الكلام يطلع على الهواء ان شاء الله بالبرنامج الرياضي. وانا ما بسيء طبعا، وانا عمري 60 سنه. انا بتمنى انه حمزه الدردور مش يعاقب، يعني يحاسب كما يحاسب بشار الحوامد اخونا الكريم وفراش البايع على الكلام اللي حكوه. وشكرا للقناه الرياضيه، وطبعا اتحادنا عادل بقيادة سمو الامير الله يطول عمره. وعينا عالدنيا وعالدنيا وعينا، حب للرمثة عايش.
العبوا لاجل الشعار. يعني العبوا لاجل الشعار، يعني اللعيبه مش بيدهم هسه ولا بيدنا اي شيء. هسه انا بناشد كل الحب والاحترام للاستاذ خالد السمار الزعبي ابو المؤيد، كل الحب والاحترام، بس انا رسالتي للسيد ابو قاسم النادر، النويت بتفك الحرمان وحطيت براسك بتفك الحرمان. ابو قاسم النادر احنا بنحبك وبنحترمك، وانت من عشيره محترمه جدا جدا. رسالتي لا اله الا ابو المؤيد ولا لهاني الحمز ولا للاعضاء الاداره، الرساله لابو قاسم النادر كل الحب والاحترام. يعني زمان كانوا يقولوا عندي الشمال صعب انها تنافس على الدوري، بس الحمد لله رب العالمين عوني الاستاذ عوني الزعبي ابو طلال فتح الطريق، خارطة الطريق انه الدوري سهل من عمان. بدي كلمة لعموتة اللي ابعد حمزة الدردور، يعني بدي ادخلها بالموضوع. يعني نجم كبير زي حمزة الدردور غلط مشان مدرب يبعده عن النادي، ماشي غلط غلط، بس مش بهي الطريقة تروحه، لانه هذا عشر سنين وهو بيلعب بالمنتخب. من كل الدنيا جينا لا حتى نشجع رمثا، من كل الدنيا جينا لا حتى نشجع رمثا. واحنا الحمد لله يعني رمثا دائما مصنع وولادي للعيبه، يعني رمثا دائما ما دام الرمثا بخير والنادي الرمثا بخير المنتخب الاردني بخير، الحمد لله رب العالمين. الرمثا كل يوم بتطلع جيل جديد، وكل يوم الحمد لله اساطير، يعني باعتبار بالنسبه للعيبه عندنا، بالنسبه للعيبه الاردن يعني بشكل عام لعيبه الرمثا دائما اساطير. ان شاء الله نغزل الانتصار باذن الله، بس اليوم لمين الانتصار؟ باذن الله الفوز للوحدات ان شاء الله. راضي عن مستوى الوحدات الان؟ والله مستواهم كويس والحمد لله. اليوم راضيين عن الوحدات شباب؟ الحمد لله رب العالمين، افضل من المباراه اللي قبل. يعني المباراه قبل كان ظلم تحكيمي، لكن اليوم الحمد لله رب العالمين مستواهم متحسن شوي. مش متراجع، بس هو الحكام يعني بيسد شوي على اللعيب، اللاعب يصير يرفض انه يلعب زي العالم، كل واحد يلمسه لمسه ولا لمسه بيطلع اصفر، بوزع اصفر على الروح لمون. الدوري بالشمال؟ ما اعتقد. بالشمال؟ ما اعتقد. المنافسه لسه قويه، الدوري باوله، يعني الوحدات، الفيصل نزل بالمناسبه بالمنافسه، الحسين عرب رقم تقدمه بالنقاط، لكن الوحدات ملاحق له، والوحدات اليوم انت زي ما انت شايف غايب عنه 7 لاعبين. بالإضافة للثلاث استقطابات الجديدة المحترف، حوالي 9 أو 10 لاعبين غياب عن الفريق. الفريق شكله بشكل عام مع المدرب أبو طعيمة لسه ما بين الشكل العام للفريق. بعتقد أنه المباريات الجاية أول مبارتين ثلاث مرحلة الإياب، بعتقد تقدر تحكم على الفريق بتقول أنه ممكن ينافس أو لا. لكن أنا بأكد لك من الآن الدوري ما راح يكون سهل، مرحلة الإياب راح تكون كثير قوية المرحلة. بعيد عن الوحدات، لسه في مرحله ثانيه والوحدات الاقوى. حتى مباراه الحسين يعني كانت فيها ضعف من الحكام ماشي، ولكن الوحدات ناخذ 7 لعيبه ولسه فايز 1-0، والدوري ان شاء الله ما بطلعش من عمان. لا الدوري بالشمال بحفظ. لا باذن الله تعالى. كيف الحسين متصدر؟ يا سيدي ماشي اوكي، لسه في مرحله ثانيه. برجع الوحدات؟ باذن الله تعالى، والدوري الوحدات لي باذن الله تعالى. رايك المباراه الماضيه اللي خسر فيها امام الحسين صراحة صعبت الأمور قبل بداية مرحلة الإياب؟ المباراة الماضية انظلمنا فيها ولسه الدوري مطول، وإن شاء الله إن شاء الله الصدارة بتكون لأصحابها، ما حدا يفرح فيها. أصحابها الحقيقيين
الوحدات. جمهور الوحدات بيقول احنا اصحابه، جمهور الفيصل بيقول احنا اصحابه، والحسين بيقول احنا اصحابه، لانه فيش غير قطبين اصلا وفيش غير فريقين الوحدات والفيصل. الحسين الموسم هذا ما شاء الله عليه، موسم عادي في انديه كثير عادي، اول موسم تلاقيه بالصداره واخر الموسم بيصير يدور على حاله وين، على مركزه وين، بيلاقيش حاله. المرحله القادمه راح تشوف الوحدات مع المحترفين، يعني بشيء يعني شيء مرتب، وان شاء الله الوحدات قدها. راضي عن مستوى الوحدات بصراحه؟ اكيد لا، يعني هذا مش مستوى الوحدات ولا بحياته كان مستوى الوحدات. السبب تذبذب في الادارات اولا، ثانيا تذبذب في الاجهزه الفنيه، لعيبه مع احترامي للجميع في دون مستوى الوحدات. في طول عمرنا بنتابع الوحدات من الثمانينات، اول مره بنشوف اداء الوحدات واسماء بالوحدات في هذا المستوى للامانه. شكلك مو راضي، فريقك متقدم 1-0. اكيد، لو هذا مش لعب الوحدات، مش الوحدات اللي قدامنا، هذول لعيبه بدهيات كره القدم ما بيعرفوهاش. يعني مبدئيا الوحدات تراجع، يعني هذا المباراه الثانيه، مباراه الحسين قدم وراحت، هي مباراه زي هاي، يعني هذا لا ما بظلمهم، هم فعليا اللي قاعدين بيلعبوا، فعليا اللي قاعدين بنشوفهم حرام يلبسوا كره الوحدات. بغض النظر هم فايزين، مين فايز يا زلمه؟ اكبر لاعب فريق الرمثا عمره 24 سنه، هذول اللعيبه بتعدوا لعيبه منتخب، لعيبه خبره، عايش قاعدني مش الوحدات ها. انا بطلع وين الخلل شو؟ مدرب بهبد قاعد وكلهم لعيبه، بغض النظر 60 يوم صار له، المفروض قارئ كل اللعيبه، بعدين مدرب ابن بلد، المفروض انه حافظ اللعيبه حفظ، عارف اللي هو صراحه. الان انت كل الاخطاء بدك تحطها على المدرب، هذا امر غير منطقي. لا انا بحمل اللعيبه قبل المدرب، هذول بدون مدرب، بدون مدرب المفروض الوحدات يأدي، بدون مدرب على الأسماء الموجودة على كل شيء موجود ممنوع يأدي. الشباب هناك قالوا إنه الدوري السنة هذا وحداتي. يا سيدي إن شاء الله. شو تتوقع؟ توقع إن شاء الله الوحدات، مين ما بتمناش إنه يكون الوحدات. الأمنيات غير. على هذا الحكي لا. العوضات قالوا بغيب أسبوعين، اليوم ما شاء الله بالملعب. شاف ردود أفعال الجماهير، والجماهير بتطالب فيه خاصة بخسارة الحسين آخر مرة، لو كان متواجد أنس العوضات لكان فرقت النتيجة أكيد معانا، لأنه أنه مصاب. ما بتعرف شو ظروف اللاعب، شو عنده اللاعب، ممكن حدا قدم له عرض راح على قطر شاف، بس رجعته منيحة. يعني أنس بيعطي معنويات للفريق عالية، وبعدين لاعب بيمتلك سرعات عالية. أكيد الوحدات متراجعة، وهذا مش مستوى الوحدات. وين خلل؟ والله الخلل في منطقة الهجوم، يعني بس إن شاء الله شرارة راح يكون في مرحلة إياب بشكل ثاني الوحدات. يعني مع شرارة الوحدات غير؟ إن شاء الله، ورجعت أنس العوضات. شرارة من الناس اللي له علامات رائعة بالدوري الأردني وبالدوري الليبي وبالدوري التونسي. لا ما أجت. ما أجت. شرارة ما شاء الله عنه، بالعكس احنا كوحدات بنحبه، كان لعب معنا ولا ما كان لعب معنا، احنا بنحبه كثير اللاعب. مرحلة الإياب راح يرجع الوحدات؟ ان شاء الله، الأسماء الجديدة اللي جاية كويسة، وخاصة شرارة، يعني شرارة مقبول من جمهور الوحدات، وجمهور الوحدات بيحب شرارة، وان شاء الله انه يكون يعني يلعب في المستوى اللي بنعرفه فيه. بقول لك احنا برضناش 1-0، احنا برضناش 1-0. نادي الوحدات في العشرين سنة الأخيرة أفضل نادي في الأردن، يا الأول يا الثاني بفارق نقطة، بفارق مواجهات، هذا هو نادي الوحدات. أردن الرمثة، الرمثة يعتبر ثالث أفضل نادي في الأردن، تمام، وهينا فايزين على الرمثة النادي القوي. والله ما هو عجبنا 2-0، والله ما هو عجبنا الكلام هذا. نادي الوحدات نادي كبير، والدوري لسه في بدايته، وخسرتنا كانت مع الحسين، يعني الكل شاف ضربات جزاء يعني مشكوك بصحتها. احنا مشكلتنا بالمدرب حاليا مدرب جديد يا رجل، مدرب جديد بشوف واحد بدل بجيب اي واحد بدله. قول لا اله الا الله. بحكي معك جد، بدي اقول لك شغله، اجى جمال محمود سلموا المباراه، طبعا هذاك رجع له اياه، سلموا اياه، ويعني احنا معلم المفروض نهى المباراه الشوط الاول، احنا المفروض خطيره هجمه ثالث الان، المفروض نهى الشوط الاول. القدس عربيه، والله العظيم الله وحدات، القدس عربيه. المدرب ما بيعرفش يقرا مباراه، احنا بدنا مدرب حجم الوحدات، احنا نادي واحد، نادي الوحدات نادي كبير، نادي الوحدات نادي كبير، قاعدين بيجيبوا لك يعني جايبين، احنا هسه فايزين 3، احنا فريق بدنا دوري، بدنا دوري،
بدكم دوري والدوري مش الان الدوري مش الى الان بالشمال بدنا دوري الدوري مش راح يطلع من عمان مش راح يطلع من عمان الدوري وكله لمين كله لمين اليوم الوحدات مزيكا وانا بدي اوعدك يا موفق انه الدوري ما يطلع من عمان والله ما شاء الله حلو بس ان شاء الله الدوري والكاس والسوبر اردني وحدتي ان شاء الله صلاة الجماهير احنا الان بين جماهير رمثة طبعا ثلاثيه يعني كبيره على نادي كبير طبعا مثل نادي رمثة وهذا الشيء اثر على جماهير نادي رمثة الحاضره هون باستاد عمان رايك بهاي يعني نتيجه كبيره نتيجه حقا. نتيجه مؤذيه يعني وقويه علينا كراماتي صراحه الان يجب على الاداره الان ايجاد حلول لفك الحرمان خلاص بكف الناس يعني تضايقت والناس تعبت لهون وبس يا اخوان احنا تحملنا يعني بما فيه الكفايه النتيجه مش متعودين عليها ناكل احنا صراحه الوضع اصبح مؤذي مؤذي للجماهير مؤذي 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 خلاص لاقوا حلول لاقوا حلول يعني نتيجه واداء صراحه صراحه اداء من مره 90 دقيقه ولا هجمه وين اللعيبه مش داري مال اللعيبه يعني مش عارف ولا يعني هالتوخف هذا التدريب اللي بتدربوه هالمباريات الوديه ولا هجمه 90 دقيقه مستغرب وين الحلول من زمان ما شفنا الرمثة بهذا الطريقه ولا راح اشوفه بهي الطريقه صراحه طريقه من مره اداء من مره من مره من مره يعني مش عارف هو يعني اداره فلت مش عارف هو لعيبه مش عارف يعني مش داري شو بدي اقول لك اداء هذا سيء جدا بس انا بدي اوجه رساله لرجال الاعمال بالرمثة خلص بكفي حمزه الدردور قال بكفي يا عم ارحمونا متنا والله العظيم متنا وين رجال الاعمال فكوا الحرمان يا زلمه هذا رمثة نتبهدل من الوحدات منتهي اسم الرمثة غالي اقسم بالله منتهي والله اسم الرمثة غالي شعار الرمثة غالي لازم 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 كل واحد بيقدر يتحرك ينقذ النادي حرام اللي قاعد بيصير والله حرام واللاعب اللي ما بده يلعب للشعار روح يا زلمه روح خلص ثلاثية بحق الرمثة والله انها كبيرة لا تعليق مش فريق الرمثة ها مش الرمثة ولا لعب الرمثة ها مش فريق الرمثة خليهم يغاروا على الشعار بس شعار اسم الرمثة لا أداء ولا نتيجة طبعا يعني ما بعرف شو كان يتدرب بفترة التوقف اللي صارت مع المنتخب يعني 90 دقيقة هجمة إن نشوف لنادي الرمثة ما في نهائيا وطبعا يعني في عندي تحفظ على التحكيم يعني في ضربة جزاء واضحة للهادي سالم يعني هاي ضربة جزاء ما بعرف ليش ما حسب الحكم اليوم الرمثة الصحيح إنه ما لعبوا وما أدوا اليوم الأداء صفر ولازم الرئيس والإدارة هيصل لك سنتين ما عملت إشي للنادي مش قادر تلاقي حلول استقيل وروح على ما يبدو أن هذا الفوز عزز من طموحات جماهير نادي الوحدات بالمنافسة على اللقب بعد أن تم تقليص الفارق مع المتصدر الحسين إربد إلى 5 نقاط وعلى الجهة المقابلة لا نلوم جماهير الرمثة بعد هذه المشاعر التي عبروا بها وهي مشاعر صادقة نظرا لحبهم لنادي الرمثة إلى اللقاء في موعد آخر وحلقة أخرى